يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في منطقتنا يطلق الناس على العم لأم، يطلقون على العم لأم جد لأنه أخ الجد لأم، فهل في هذا حرج من ناحية الشرع؟ هذا اصطلاح منهم، هذا اصطلاح بينهم، وأما من ناحية الشرع فلا، فليس جدا، إنما هو عم لأم. نعم. يقول فضيلة الشيخ والآن الآن أم الزوجة يسميها خالة، أم الزوجة يسمونها العوام خالة، وهي ليست خالة، ليست خالة من ناحية النسب، وإنما هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم.